يو جايز، معكم سكاي من فيديو جديد. سو في هذا الفيديو عندنا واحد الكونسيبت اللي شويه في شكل نتوما كاملين كتعرفوا باللي الحسانات اللي كيخرجوا والستيلات اللي كيخرجوا في الحسانات، المهم كيخرجوهم يا اللعابه يا شي ممثل يا شي واحد معروف كيبغوا ينقلوا منه الناس، فهمتي؟ سو كاين شي حسانه كتصدق وكينقلوا منها الناس، كاينين حسانات اللي مكيصدقوش. المهم هادشي داخل في الفاشن ستايل، وخا الفاشن غندير له واحد الفيديو بوحدو. في هذا الفيديو جبت لكم شي حاجه جديده، يعني شي حسانات عمركم ما غتشوفهم كاع، عمركم شفتوهم بعدا، ماشي عمركم ما تشوفهم. باي ذا واي، بغيت نقول لكم واحد القضيه على واحد الكونسيبت فكرت فيه صراحه. لهت واحد البوست فيسبوك، قلت للناس اللي عندي في فيسبوك تروليوني، صافي تروليني وصافي ما تحنش فيا. بغيت شي حاجه تكون ناضيه، نقدر ناخذ الترولات ديالكم الى عجبوني نفكر ندير عليهم فيديو، يقدر كاع نيكست فيديو. غير هو بغيت شي حاجه ناضيه، ماشي دير لي سكرين شوت من مينياتور وطلح تصويره وكتب شي حاجه، نو بغينا شي حاجه مخدومه، فهمتي؟ تقدر تكون فيديو ماشي مشكل، تقدر تكون تصويره، شي حاجه ناضيه. ما تنساش انكم تنزلوا تحت وديروا لايك، بغينا هذا الفيديو حتى هو نفرقعوه لايكات. يلا الدراري خنبداو، ليتس جو. التصويره الاولى والله الا في الاول ما صحبتوش كاع راجل، وحق الله تزومي تحققت مزيان، يعني شعر عادي محسن من الفوق من الجناب كذا، ومخلي داكشي اللور وماشي مخلي شويه، مخلي شعر طويل. المراه ما تلقاش عندها داك الطول. تخيل الدراري الحسانات شهر من هنا 2037 2038 وتلقى بنادم خارج بحال هكا، هو السروال تبارك الله جا فهمتي مرخوف جا هو هذاك. التصويره الاولى هادي يعني ماشي مشكل. انا نقدر نشرح لكم هاد اللعيبه ديال هادشي اللي وقع على هاد خونا هذا، واخا انا ما كنتش حاضر معاه. هذا كنظن بغى يدير خط، فهمتي؟ بغى يدير ديك اللعيبه ديال الخط بحال هكا، شافها عند شي واحد ويزق دير شانطي فرطه، دابا خاصو يقرج. طرات شامي واحد صراحه ماشي غير هذا بوحدو، داك الخط راه كيديروا الحجام غير بشي زيزوار ولا مقص ولا شي حاجه، فهمتي؟ طق 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 بحال هكا كتصدق. هذا راه دار مار شنو، هذا دار الماكينه هذا، فهمتي؟ مشى بعيد قرج. دابا شوف نقدروا نقولوا الفوق مزيان مزيان، هذاك ستيل قديم واحد شويه، النجمه في راسو ماشي مشكل، مزيانه جات لعيبات مستيليه اللي قاده لي راه سرعه. ولكن اخي علاش مقاد الزغبلي في دارك؟ بغيت غير نفهم على انت اصلا داك الزغبلي في دارك شكون غادي يشوفو؟ انت غتبقى لابس حوايجك، ما فهمتش انايا جنحين زعما فهمتي غيطير. داك الزغبلي عندك اخي راه بالسيف راه تقدر طير به، والله الا الاربعه وحق ربك مقا كنشوف انا الا كان ظهرو داير جنحين تلقى القدام مطراسي بودر بالزغب. هذا رصمد، هذا ما عنده لا شعر لا لحيه لا والو، دا راس مدير ليه الفتر داكشي كيبري يا صاحبي، مريح بحال هكا ودير هذيك اللعيبه ديال الزغب زعما باش ما يطيحش. منين جاك اخويا الزغب منين؟ ورا خاصو يجبد كوما ويجبد ستيلو، لا هذا شعرو كيبان بحال الانيم. اشنو هذا؟ اش من حسانه هذه ما فهمتش؟ قنفود هذه ما كتصيبش، هذه كتخربق، كتكون بحال هكا مع الكمامه كتبغي تخرج كديرها ها ها. واش المشكلة ماشي ماشي خارج بها، مشكلة مصورة تصويرة مهمة بالكوستيم، فهمت؟ يعني شي حاجة باقي مش والو، والله باقي مش والو وحق الله، تراست مي باقي مش والو. انت عاد تشوف دابا انا كنوريكم داكشي اللي بينه وبين، اما داكشي الهارد كور يلاه غادي نوصلوا ليه. ابداع، هاد الناس هادو ما نقدروش نوصلوا لهم في الابداع، فهمتي؟ دار كاسكيطه بشعره، وصراحه راه كاسكيطه هي، راه دير الخدمه ديال كاسكيطه، فهمتي؟ مفيكسيها بالبصلانه ولا دير القبص ولا ما عرفت شي حاجه، تكتب لي واحد المقص غنجبدو غندير ليه فين ديال نهار ربي ويتباني. واحد اخر عاوتاني يلا، هذا ما عرفتش هذا مفيكسيها ماشي هذا داير ليها جور هذا تدرو كيبنيو هادو راه ماشي كي ما فهمتش، هذا عنده كونتونير فوق راسو يقدر يشفرك شي حاجه يخشيها في شعره وما تلقاهاش، غتقلب. انا غفلت صراحه، انا نقدر نخبي شي حاجه في شعره وما تلقاهاش، حتى واحد مقص دفران ها هو نخبي في شعره، انا مقص دفران كيبان لك ما عنديش اخو. نيكست واو، تخيل معايا دابا كل نهار غتفيق مع الصباح ياك باش تفيكسي هاد اللعيبه هادي تقريبا شي ساعه ما كانوا، وانت كتقاد فيها بحال هكا وتقاد العينين وتدور هكا الشعر لقدام باش تجيب حالك. مشكله اصاحبي والله، كتكون ضارب مع شعرك اصاحبي كتريح كتريح قدام المرايه اكثر من البنات. تصور معزولين، التصور اللي كتشوفوا دابا راه ماشي هزو من عندي بروفيل ديال الناس، لا راه دازو فواحد الطوب فهمتي واحد البيست. هاد خوني هذا راسو داير بحال هذيك ديك الشيشه ديال الحسان عرفتيها، ديك ديال الصابون اللي كتحرك بها الصابون بحال هكا. انا نحط لكم الصوره ديالها تقدروا تشوفوا، ديروا واحد المقارنه، شوف شوف هادي وشوف هادي، دير لهم بحالك قولوا لي واش كاين ولا ما كايناش. ترى انت قطع داكشي راه غيحسنوا بك. هذا مغربي، هذا مغربي، هذا باين وجهه مغربي. نيت كاين واحد اللعيبه بالعربيه تما اللور، وراني تما حط البيض وحق الربرقع ما يتزعزع. واو وات ذا هيل، ترى بزاف اصاحبي ترى ميمكنش. بدا اول حاجه ديك اللعيبه ديال هذيك الدواره فوق راسك، علاش باش نعرف؟ اول حاجه ما نهضروش على ديك الشعكاكه اللي داير الفوق، نهضروا على هذا الحسان اللي داير بحال هكا، ضرب واحد الضربه قداش نايه خاويه تمايا، وعاود داكشي اللي كاين تما طلعوا الفوق فهمتي، بقى عنده الشعر الفوق. هادي شي بلاد بوحدها هادي، كتبغي تختار حسانه ديال الراس تسد عينيك وتخيل باللي الناس خارجين بحال هكا في الزنقه، تخيل خاصهم يزيدوا في العلو ديال البيبان. ها
هادي نقدروا نقولوا زوينه، هادي نقدروا نقولوا زوينه، هادي كتبان لي مخدومه اول حاجه ما عطيت فهمتي، واخد الوقت ما لا تشهرات ولا كيديروها الناس مزيان السير وصافي فهمتي، بحال شي نخله داير شعره داير بحال شي نخله، ما غاديش تجي مع اي واحد وما غاديش دار في اي شعر، كاين واحد النوع ديال الشعر اللي غادي تجي فيه بحال هكا. ويت واش هذا شعره فري ولا وراه شي حاجه ولا شي شطابه ولا تخيل ما يكون هذا هو شعره جوجل ولا ما شنو التخربيقات مريح ما خاصو حتى خير شاد التليفون قدام بنادم هذا واقيلا مسكين با مولف كيقرمعو بزاف فهمتي مشى الحجام قال ليه طبع عليه شي ايد تمايا فهمتي ديك اللعيبه ديال يقرمع من هنا تخيل معايا وقف عليك هاد البوليسي ويقول لك ارى الاوراق ولا يقولك اش كدير هنا تقدر واش تقدر ما تضحكش تخيل معايا هذا واش تقدر تقول لي وي شاف شوف الموسطاش اللي تقول مقطع بالموس والحجبان اللي راسه مون بالسيلو كحل وشعرو اللي لا حساب قرا حنا بوليسي عندنا في المغرب كتشوفك تقول هذا بوليسي فهمتي تقول عميقين ديال قبل ما تعرف العمق عندنا حنا في المغرب كانوا عميقين هما بحال هكا دايرين كيحسنوا بحال هكا حتى الحسنه ديالو ما تقدر تشرحها راه ماشي يجيو تصدق حسنه فهمتي خاص يدوزوا بزاف ديال التجارب بزاف ديال الرؤوس عاد باش تجي تشوف انت الحسنه اللي مزيانه ويفاليديو الناس واللي يديروا كورونا شخصيا هذا داير زربيه يا صاحبي عاد الناس اللي شعرهم حرش كيقدروا يوقفوا شعرهم يفيكسيو يقدروا يصايب لك دار كاع يبني لك دار يقدر يدير لك عماره نقدروا نشوفوا هادشي ان شاء الله في الاعوام الجايه فهمتي ما تعرف صو هادشي اللي كاين الدراري كان الكونسيبت ديالنا انا نوريكم شويه ديال الحسنات وما ننصحكم حتى وحده فيهم خليك كدير حسنه ديالك اللي كتجي معاك هادشي اللي كاين بقى لي غنودعكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي بيس عليكم.